السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم في منبركم الرأي الحر. منطلقنا الليلة من اليمن وهذا الصراع الدامي الآن بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية. الحوثيون والتحالف، قصف يطال صعده ويوقع عشرات الضحايا. المثير هنا أن التحالف نفى ضلوعه بالمرة. الحوثيون في المقابل يدعون الشركات الأجنبية لمغادرة الإمارات، ما يشير بالطبع إلى هجمات ربما حوثية أخرى قادمة في الطريق. هل نحن أمام معركة كسر العظم بين الطرفين؟ كيف يتابع الجمهور تطور هذه الأحداث؟ ماذا يعني مطالبة الشركات الأجنبية بمغادرة الإمارات؟ ما المآلات المتوقعة لهذا الصراع؟ ومن المسؤول عن قصف صعدة إذا حطوا تحت سطر، إذا صدقنا ما ورد على لسان التحالف الذي أعلن عدم ضلوعه؟ هل نتخيل وجود طرف ثالث ربما يريد إشعال المنطقة؟ لا أحد يعلم. كل هذه النقاط سنتناولها في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية نخصصها كالمعتاد للمشهد التونسي المتقلب على الدوام والمأزوم دائما. إحالة عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني للتحقيق العسكري، يبدو قدرنا بالتحقيقات العسكرية في تونس في ظل هذا الانقلاب كما يقول البعض. اختطاف مسؤول للنهضة يدعى أحمد الجلالي إلى جهة مجهولة وهو الثاني الذي يختطف بعد البحيري. دولة يبدو لا يحكمها القانون يقول أحد المعلقين على صفحات التواصل. مجلس القضاء يدين التدخل في عمله. مفتي تونس يدعو للتبرع للدولة وسخرية واسعة على صفحات التواصل. المرزوقي الرئيس الأسبق يدعو لوقف ما أسماه التراجيديا التي تعيشها تونس. حديث متناقل، ونقول هذا بتحفظ شديد، حديث متناقل داخل الأوساط السياسية والشارع التونسي عما أسموه تململا داخل الجيش بسبب ما قالوا الفوضى التي أحدثها الانقلاب في البلاد. نقاط عديدة إذن نتناولها في ساعتنا الثانية لمن أرغب في المشاركة وإبداء الرأي، ولكن دعونا نبدأ من اليمن وهذا الصراع الذي يزداد ضراوة بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين في اليمن. أهلا بكم. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف تعرض له سجن بمحافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن يوم أمس إلى 87 قتيلا. وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 5 ضحايا من تحت أنقاض السجن الاحتياطي بصعدة لترتفع الحصيلة كما قلنا إلى 87 شخصا. وكان الحوثيون اتهموا قوات التحالف بقصف السجن الاحتياطي في صعدة وهو المعقل الرئيسي للجماعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. من جهته نفى التحالف أي علاقة له بقصف السجن الاحتياطي بصعدة، وقال إنه سيطلع الأمم المتحدة والصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل. وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن إن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عار عن الصحة. في الأثناء حذرت جماعة الحوثي الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات من أن الأخيرة أصبحت بلداً غير آمن. وقال المتحدث باسم القوات التابعة للجماعة يحيى سريع في تغريدة عبر تويتر إنه بعد المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي يوم الجمعة بحق شعبنا العزيز، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة كما ورد في التغريدة، في إشارة فيما يبدو إلى هجمات محتملة جديدة للجماعة
ضد الأراضي الإماراتية. وتشهد الساحة اليمنية منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين الحوثيين المدعومين إيرانيا من جهة والجيش الحكومي اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة أخرى. وتهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة وقعت في أيدي الحوثيين بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014. وينفذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات. الحوثيون والتحالف إذن قصف يطال صعدة يوقع عشرات الضحايا والتحالف ينفذ لوعة. الحوثيون يدعون الشركات الأجنبية لمغادرة الإمارات ما يشير فيما يبدو إلى هجمات حوثية قادمة أيضا تطال الإمارات. هل نحن أمام معركة فاصلة، معركة كسر العظم كما يقال؟ كيف يتابع الجمهور هذه التطورات وماذا يعني مطالبة الشركات الأجنبية بمغادرة الإمارات؟ ماذا تتوقعون في مآلات هذه الحرب؟ ومن المسؤول؟ هذا سؤال طبعا يطرح على اعتبار بأننا نحن نأخذ تصريحات التحالف على محمل الجد يفترض. من المسؤول على قصف صعدة إذا صدقنا التحالف الذي أعلن عدم ضلوعه في هذا القصف؟ هل نتخيل مثلا طرف آخر ثالث يريد إشعال المنطقة وخلط الأوراق؟ أم أن التحالف ضالعا في القصف ويحاول التهرب ربما مما حصل كما يقول البعض؟ سيكون معنا بعد قليل السيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية من صنعاء. ولكن في انتظار الضيف نبدأ في استقبال مشاركات طبعا لمن يود أن يعلق أو يدلي بدلوه. الحقيقة الموضوع اليمني 7 سنوات مرهقة، 7 سنوات صعبة، 7 سنوات من الحرب والجوع والتشرد. يعني الوضع اليمني ربما لم يصل إلى هذا المستوى في تاريخه. ما هي مآلات هذا الصراع والمعركة الآن يبدو دخلت فاصل جديد؟ كما تابعتم الهجوم الأخير على الإمارات، رد التحالف واضح، رد قوي، كان هناك قصف لمواقع حوثية عديدة، لكن القصف الذي طال صعدة وأوقع عشرات الضحايا كان تطور خطير الحقيقة، لأنه طال مدنيين وطال مواقع لا علاقة لها طبعا بالآلة العسكرية للحوثيين، على الأقل هذا من حيث التقارير التي ترد من هناك. المثير هنا أن التحالف أعلن عدم ضلوعه في هذا القصف. لا نعلم أكانت الإمارات قامت بقصف منفرد وعندما تكشف لها أن حجم الحصيلة كارثي أرادت التهرب والسعودية لا علاقة لها بذلك، أم هناك طرف ثالث؟ تعرفون الآن إسرائيل في الديار ما شاء الله عليها، مرحب بها وتصول وتجول والله أعلم ماذا تصنع. والذي يركن للإسرائيليين كمن يركن للأفعى، يعني ما الذي يمنع الإسرائيليين من قيام بأي شيء ربما لخلط الأوراق وإزادة زيادة إشعال المنطقة كما يتساءل البعض. انضم إلينا الآن ضيف حلقتنا الأستاذ محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية من صنعاء. سيد البخيتي مساء الخير، لو تضعنا في صورة الحصيلة النهائية لهذا القصف الذي تعرضت له صعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآن وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 70 شهيدا، بينما عدد الجرحى 247 جريح، ولا زال الرقم مرشح للارتفاع لأن الكثير من الجرحى حالتهم خطيرة لأنهم تم استهداف السجن المركزي في صنعاء وهو السجن المكتظ بالسجناء، حيث يوجد فيه حوالي 2500 سجين لأنه هو السجن المركزي لمحافظة كاملة. وطبعا الجميع يعرف أن هذا السجن وأنه مكتظ بالسجناء، ووقوع الخطأ فيه غير ممكن،
هؤلاء اعذرني المقاطعة سيد البخيطي، الضحايا معظمهم من السجناء، وما هي هوية هؤلاء السجناء؟ سجناء من أي جهة؟ سجناء في قضايا جماعية من مختلف محافظات صعدة، والجميع يعرف أن هذا السجن يعرف أنه سجن وأنه مكتظ بالسجناء، لكن طبعا هذه ليست أول مرة تقوم دول العدوان باستعداد تجمعات المواطنين سواء في صالات العزاء أو في صالات الأعراس أو حتى في السجون. هذه ليست أول مرة يتم استهداف أحد السجون، فتم استهداف مثل هذه السجون في صنعاء عدة مرات، وكذلك في دمار تم استهداف أحد السجون. طيب هؤلاء من الهدف. نعم سيد بخيتي عذرا. نعم. هؤلاء السجناء ليس من بينهم جنود تم أسرهم أو اعتقالهم خلال المعارك؟ لا يوجد. صحيح يعني في السابق تم استهداف سجون كان يوجد فيها معتقلين أو أسرى، وطبعا استهداف أولئك الأسرى واستهداف أولئك المعتقلين تم بشكل متعمد، وأولئك الأسرى هم سرقوا وقاتلوا في صف دول العدوان، وأيضا أولئك المعتقلين لأسباب علاقة بالعدوان هم قدموا العدوان، وما مع ذلك قامت دول العدوان بقصف أنهم قاموا بقصف مرتزقتهم، قاموا بقصف عملائهم، فبالتالي وبشكل متعمد، وبالتالي يعني ليس غريبا أن يتم قصف سجن مكتظ بالسجون لأسباب جنائية أو تجمعات المواطنين في العزاء أو في الأفراح. وطبعا الهدف علينا الآن أن نسأل ما هو هدف دول العدوان من استهداف مثل هذه التجمعات. طيب لكن قبل أن آتي لموقف قبل أن آتي لموقف التحالف سيد البخيتي، فقط حتى نوضح للجمهور الذي يتابعنا الآن، هل السجن هذا القصف الذي تعرضت له صعدة هو قصف بالطيران أم قصف بصواريخ بعيدة أم ماذا بالضبط؟ يعني ما هي الآلة التي تم استخدامها في قصف صعدة؟ كان القصف من قبل الطيران وغارتين، أي تم قصف السجن بقنبلتين من إحدى الطائرات العدوان، وكما قلت لك أن الهدف هو إرعاب الشعب اليمني وإخافته من أجل تركيه وأخضاعه للوصايا الخارجية. التحالف الذي تقوده السعودية، التحالف الإماراتي السعودي سيد البخيتي، لعلك تبعت تعليقه على هذا القصف، يقول بأنه لا ظل عليه فيما حصل. غير صحيح أخي الفاضل، لأن هذه ليست أول مرة يرتكب جريمة بهذا الحجم وينكر، وبعد ذلك يقر بمثل هذه الجريمة. فعندما كانت دول العدوان بقصف صالة العزاء في صنعاء الصالة الكبرى، وراح ضحية هذا القصف حوالي 200 شهيد بالإضافة إلى مئات الجرحى، في البداية أنكروا أنهم من ارتكب هذه الجريمة، لكن بعد ذلك اعترفوا وتم قصف صالة العزاء تلك بثلاثة صواريخ أو بثلاث غارات، وحتى أن إحدى المشاهد تم الصاروخ الثالث تم تقطيعه، وكانت فرق الإسعاف لا زالت تقوم بعملية الإسعاف. أيضا لاحظ هم يعني أحيانا يقومون بقصف هذه التجمعات السكانية، وبعد فترة يقومون بالقصف مجددا، أي بعد ساعة من القصف الأول، للحاجة المزيد من الضحايا بين المسعفين. يعني أي أن هذا العدوان تجرد من كل القيم الأخلاقية والدينية، وبالتالي يعني لا نستغرب ارتكاب مثل هذه الجرائم، لأن هناك جريمة أكبر من الاستهداف المباشر، وهي جريمة غير مرئية وتتمثل بحصار الشعب اليمني وخصوصا منع دخول المشتقات النفطية، وهذا الحصار يؤدي إلى موت مئات آلاف اليمنيين بصمت دون أن يسمع العالم أو يرى
هذه المعاناة الكبيرة التي يعانوها من جراء الحصى. فما هو الـ يعني الفائدة من منع دخول المشتقات النفطية إلى اليمن وهي تعتبر شريان حياة لأي شعب من الشعوب؟ فما بالكم بالشعب اليمني الذي يعتمد 70% منه على الزراعة، والزراعة تعتمد على المشتقات النفطية أي مادة الديزل، لأن اليمن هي لا يوجد فيها أنهار، أيضا نسبة الأمطار في اليمن هي شحيحة، وبالتالي كل الزراعة في اليمن تعتمد على الري من الآبار الجوفية التي تحتاج إلى مادة الديزل، واليوم منعوا دخول هذه المشتقات. وأصبحت أسعار المشتقات النفطية في اليمن 5 أضعاف أسعارها في السوق العالمية، وربما أن تتضاعف وسيأتي الوقت الذي تنعدم فيها المشتقات النفطية، وبالتالي تصبح المستشفيات مهددة، الناس لا يستطيعون الشرب، لأننا نعتمد أيضا على المياه الجوفية في الشرب، لأنه كما قلت لا يوجد أنهار في اليمن كما هو الحال في الكثير من البلاد. طيب لكن سيد البخيتي، يعني أنتم طرف في هذه الحرب، وتعرفون بأن الحروب قذرة، لا يوجد رابح أبدا، كل الأطراف خاسرة. السيد يحيى سريع المتحدث باسم الجماعة طلب من الشركات الأجنبية مغادرة الإمارات، ماذا يعني ذلك إذا لم يكن يعني تصعيدا قادم أيضا ضد الإمارات وضد أطراف أخرى ربما؟ نعم بالتأكيد، وعلى التصعيد من قبل اليمن وأتى رد على التصعيد من قبل الإمارات. هذه ليست أول جريمة ترتكب هذه للعدوان، ومنها الإمارات بحق اليمنيين. هكذا استمر العدوان 3 سنوات وهو يفقد صالات عزاءنا، صالات أفراحنا، أسواقنا، مستشفياتنا، مساجدنا، وقبل أن نطلق عليهم ولا طلقة واحدة، لأننا لم نبدأ في استخدام هذه الصواريخ وهذه الطائرات في ضرب العمق السعودي والإماراتي إلا بعد 3 سنوات من العدوان. ومن يوم بدأنا باستخدام مثل هذه الصواريخ قل عدد الضحايا في الصفوف المدنية. فعندما مثلا نقوم باحتساب عدد الشهداء في صفوف المدنيين في أي يوم من أيام بداية العدوان نجد أنها أكبر بكثير مما يحصل اليوم. لماذا؟ لأن اليمن قد طورت من قدراتها الصاروخية والجوية، وبالتالي هذه العمليات التي نقوم بها هي عمليات رد، ليس فقط وقت الهجوم المباشر على المدنيين، وإنما أيضا لكسر الحصار الذي يتسبب بالمعاناة الأكبر على اليمنيين. طيب دعني أختم معك بسؤال بالعودة إلى حديث التحالف السعودي الإماراتي بأنه لا ظل له في قصف صعدة. أنا فقط أفترض طبعا وأسأل، من حقك أن تجيب بما ترى، ألا يمكن أن يكون هناك طرف ثالث من قريب أو من بعيد؟ وأنت تعرف طبعا دولة الاحتلال باتت في الديار العربية وقريبة من هناك، ألا يمكن أن يكون أي طرف له مصلحة في إشعال الحرب أكثر، وقد يكون متورط في هذا القصف بطريقة ربما يجهلها الجميع؟ نحن نؤكد أخي الفاضل أن العدوان على اليمن هو بقرار أمريكي إسرائيلي، وأنه لولا أن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وراء هذا العدوان كان هذا العدوان توقف منذ سنوات. وخصوصا بعد أن أصبح استمرار هذا العدوان يتعارض مع المصالح السعودية والإماراتية بعد أن طورت اليمن من قدراتها الدفاعية، وكان هناك توجه لدى دولة الإمارات للانسحاب من ورطة العدوان على اليمن، ولكن حصلت ضغوط إسرائيلية مباشرة على الإمارات وأوقفت عملية الانسحاب بشكل كامل. لذلك نلاحظ أن الإمارات إذا احتفظت المناطق الحساسة في اليمن كذلك المندب وكذلك جزيرة سقطرة وجزيرة ميون التي هي تعد أهم جزيرة في وسط مضيق باب المندب، وهي جزيرة مرتفعة جدا عن سطح البحر رغم أن مساحتها
بسيطة، لأنك من خلال هذه الجزيرة تستطيع رؤية الشواطئ اليمنية وتستطيع رؤية الشواطئ الجيبوتية. ولماذا احتفظت بتلك المناطق؟ من أجل أن تكون الإمارات قطع لقطاع التواجد الإسرائيلي، وبالتالي هذه الحرب برمتها هي حرب أمريكية إسرائيلية. ونحن نستبعد ديام إسرائيل بغارات جوية لصالح السعودية والإمارات، ولكن بالتأكيد أن السعودية والإمارات إذا ما تدخلت أمريكا إسرائيل بشكل مباشر أنها ستكون على بهذه المشاركة. وحتى الآن يعني لا يوجد إعلان إسرائيلي صريح بالمشاركة، سواء يعني في هذه العملية أو غيرها، وعندما يكون هناك إعلان واضح ذلك كل حادث حديث. وللأسف الشديد أن السعودية والإمارات تقدر أن تكون أداة في أمريكا وإسرائيل، لأن استمرار الحرب هي ليست في صالحنا وليست في صالحهم كما أنها ليست في صالحنا. الأستاذ محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين من صنعاء، نشكرك جزيل الشكر. طيب طبعا أردنا أن نستضيف أيضا طرف يعني شخصية من الطرف الآخر من طرف التحالف الإماراتي السعودي، لكن الحقيقة تواصلنا مع بعض الضيوف ولم نوفق في ذلك. بإمكان الجمهور أن يقوم بهذا الدور. بالطبع بطيب يقول: على كل من يتباكى على سقوط ضحايا في صعدة عليه أن يتذكر ضحايا المرشد كما يسميهم في كل من سوريا والعراق ولبنان، حرام العين حلال عليكم كما يقول. طبعا كل دماء تسيل هي دماء عربية ومسلمة، ونحن في هذا المنبر نرفضها، فقط للتوضيح لا يمكن أن نشمت بسيلان دم أحد. يعني ما أحوجنا إلى 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 لملمة هذه الجراحات. الدكتور سامر شبول من الأردن يقول: جماعة الحوثي هي مجرد عصابة إجرامية إيرانية، لو كان التحالف صادقا بنواياه لأنهى تلك العصابة في مدة قصيرة جدا كما يقول. يزن نصر من الأردن يقول: اليمن عصيا على الغزاة، سقطت عدة محاولات لضرب اليمن، لم يخضع اليمن لأي احتلال. هذا ما يقوله يزن نصر من الأردن. عبد العظيم أيضا من الأردن يقول: منذ تصريح كوندوليزا أن الولايات المتحدة تريد فوضى خلاقة في المنطقة، ونحن نشهد الفوضى القاتلة من المحيط للخليج، وخاصة اليمن، ليبيا، السودان وغيرها، والعدو هو المستفيد من هذا الوضع، خاصة إسرائيل العدو الأكبر. العرب ينامون في العسل والشعوب تدفع الثمن، خاصة الشعب اليمني والسوري كما يقول عبد العظيم. أبو الحسن، مساء الخير. مساء الخير دكتور، عليك وعلى المشاهدين الكرام. يا هلا بيك، تفضل. الله يرضى عليك. أنت صدقت يوم قلت إنه في طرف ثالث. الطرف الثالث معروف، ما يحتاج له توضيح، هي إيران. هي إيران من تريد الفوضى. والله يا دكتور هي إيران. وانظر من قدامك يعني العراق وسوريا ولبنان، ما يحتاج يعني الشغلة يبغى لها نظر. الحقيقة يعني ما واللي قام بقصف السجن هم الحوثيين أنفسهم، لأنه خلاص ما عندهم أهداف ولا يقدروا يطيروا طائراتهم المسيرة، فإيش يعملوا؟ يقصفوا حد شعبهم. ولكن واضح الحكاية يا أبو الحسن، يعني يا أبو الحسن، يعني أبو الحسن عزيزي تفضل. والله لو قلت لي فضل. المحتل الإسرائيلي في محاولة لإشعال المنطقة ربما يكون الأمر قابل لي للتصديق ولو نسبيا، أو جهة أخرى قد تكون لا أدري أنا جهة غربية أمريكية أو غيرها، لكن أنك تقول لي إيران أو الحوثيين، يعني معقولة واحد يطلق النار على قدميه فقط حتى يتظاهر بأنه ضحية؟ معقولة هذا كلام؟ لأنه قد سوابقهم رأيناها قبل كده في العراق وفي سوريا. يعني شفنا إحنا قبل كده، لو أنه ما حصل في العراق وفي سوريا وفي لبنان كان قلنا والله صحيح انه فعلا اسرائيل هي عدو للعالم كله، مو بس للمسلمين، معروف الشيء. لا، وخصوصا يا ابو الحسن، تعرف انت المسؤولين الاسرائيليين من اعلى قمه الهرم يعني عرضوا خدماتهم على الامارات بعد الهجوم الحوثي الاخير، فلماذا لا يكون قصف اسرائيلي
أراد ربما أن يعطي درس للحوثيين بأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. إسرائيل يا دكتور صالح ما يفاضي للأمور هذه. الآن إسرائيل بجيش جيوشها ضد حماس وضد الجماعة المقاومة. ما يم اليمن. اللي يم اليمن هم إيران. طيب إيران يا دكتور وراء كل مصيبة حصلت في الأرض. طيب سؤال أخير يا أبو الحسن، لماذا لا يكون التحالف أو ربما الإمارات منفردة قامت بهذا القصف والسعودية آخر من يعلم ردا على الهجوم الذي تعرضت له؟ لا أستبعد يا دكتور، ما لا أستبعد الكلام هذا، أستبعد أبدا أبدا، لا يمكن، لأن هؤلاء بيحاربوا بطريقة نظامية. أما هؤلاء الحوثيين الآن توظيفك يقول لك قصفوا مدننا وقصفوا، كأنها اليمن امتلكت للحوثيين وليس هناك شعبا آخر، واضح يا دكتور صالح. شكرا لك على كل حال أبو الحسن. لا ندري على كل حال هل هناك تحقيقات الآن جارية لمعرفة كل حيثيات هذا الهجوم، نوعية ضيفنا على كل حال يتحدث عن قصف بالطيران، لكن سنعرف ربما المزيد حول هذا الهجوم، لأن الحقيقة أوقع عشرات الضحايا مساجين لا ظل عليهم في ما يجري من الحرب، وبالتالي هذا يعني خرق كبير لقوانين الحرب الدولية، وعلى التحقيق أن يأخذ مجراه من مسؤول عنه سنعلمه ولو بعد حين. نور الدين مساء الخير. نور الدين السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام، أحياك الله وتوحشناك أخويا صالح. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخويا صالح. أنا شوف أنا أحمل التحالف دابا، علاش لماذا يسمونه التحالف العربي؟ إحنا بغينا نعرفوا أشكون الدول اللي مشاركاتي. لا هذا نور الدين عزيزي، رجاء المواضيع اللي تجاوزناها قديما ومكررة تجاوزها، دعني في الموضوع. هم الذين تعالوا، شوف اسمح لي، راه في الموضوع أخي صالح، هذا في الموضوع يا أخي. إحنا كشعوب عربية نتعاطفوا مع اليمنيين، نتعاطف معني ما تنشوفوا الأطفال كيموتوا، الشيوخ النساء، ماك ما سلحتي المعارضين اليمنيين سلحة، ياك إيران تتعاون الحوثيين، اجبدوا من الخزائن داك السلاح ديالكم اللي السد واللي تشروا من الميريكان، وسلحوا المعارضة اليمنية وخلوهم يضربوا فوق الأرض، أما تضرب من السماء يموتوا النساء. احنا كشعوب عربية ما تنشوف اللي تنتكروا بحال التي في إسرائيل. نور الدين عزيزي يا صديقي لست متحدث باسم الشعوب العربية، تحدث باسمك أنت. ترى بأن الحوثيين ضحايا التحالف الآن أم ماذا بالضبط؟ الحوثيين اللي قواهم هي السعودية هي اللي قوات الحوثيين. كيف تتعامل معهم؟ كيف ودابا إيران هي في المؤتمر الإسلامي حاضرة في السعودية والإمارات تتعامل مع إيران وتكتبوا علينا احنا، يلعبوا علينا هنايا، يلعبوا السياسه ديال الزربيه المزدوجه. جميل. هما تتعارفوا مع ايران وتبقوا يقولوا لنا العدو لايران والاخوان المسلمين اعداء والنهضه اعداء، جميع الحركات الاسلاميه ردتها اعداء، حتى نحن ضدكم. شكرا لك نور الدين، اشكرك. نور الدين من المغرب. مصطفى من فرنسا يقول الطائرات لم تقصف من السماء، لا تعرف المدني من العدو، التحالف مسؤول عن أرواح شعب اليمن، يحرروه جاوا يحرروه قتلوه. شكرا لك على كل حال مصطفى، يريد فقط تراجع ما تكتب حتى تكون اللغة سليمة ونستطيع عرضها على الهواء مباشرة وتكون يعني المشاركة مفيدة. عبد العالي من المغرب يقول التحذيرات و لأبو ظبي جاءت متأخرة لحكام أولاد زايد، إنها الآن تتذوق ما ذاقته السعودية كما يقول عبد العالي. يعني برأيكم عندما يطلب الحوثيون من هذه الشركات المغادرة، تتوقعون ربما هجمات أكثر اتساع وأكثر ضراوة قد تطال مواقع عديدة في الإمارات؟ إن صح ذلك ألا يبدو هذا إرهاب منظم أيضا؟ الحوثيون يمارسون إرهاب ضد دولة، لأن المعارك ترد عليها في الحرب، لكن عندما تستهدف دولة بأسرها تطلب من الشركات أن تغادر وتريد أن تقصفها، هذا إرهاب دولة، هذا توسيع لدائرة الحرب. ألا تبدو برأيكم الحرب في اليمن تجاوزت الخطوط الحمر
والكل خاسر ولا مصلحة لهذا الطرف ولا ذاك الطرف؟ المستفيد بالتأكيد هو من يريد إضعاف هذه الأمة، ابحثوا عليه، واضح يعني العنوان والاسم واضح. عبد المؤمن يقول: حكام الإمارات والسعودية والبحرين يمثلون التخلف بكل أنواعه. ثم يعطي دعاء في الآخر لا داعي لذكره. محمد من فلسطين، مساء الخير محمد. محمد مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ كيف حال الدكتور صالح؟ يا أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت لو تبتعد على التلفاز يا محمد حتى ما يتردد الصوت. كل سجون العالم، كل سجون العالم ما عدا غزة المسجون ابتعد شوي على التلفاز. نعم. المسجون في كل سجون العالم ما عدا غزة هم الإخوان المسلمين. انظر إلى الضحية، الضحية هم الإخوان. أول ما بدأ الحوثيين بدأوا باعتقال الإخوان كل مكان في العالم، في مصر، في كل مكان في العالم الضحية هم الإخوان. انظر الآن العداء ضد الإسلام، هذا هو المهم. هذا يعني الذي يعني محمد قاله أعرابي، أعرابي لا يفقه ولم يدرس الأزهر، قال لا إله إلا الله إلى ما تدعو، لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى لا إله إلا الله، قال تقاتلك عليها العرب والعجم. نحن يقاتلنا جميع الأمة الإسلامية. طيب محمد، وغير يا محمد، الإسلامية يا محمد، تقاتل الإخوان عزيزي يا محمد، يا محمد أنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. طيب اسمح لي، اسمح لي، أنا عندما نتحدث على فكرة على الضحايا لا داعي أن تكون دائما النعرة الحزبية حاضرة، لكن نستفيد من كلامك. أنت تود القول أن هؤلاء الذين كانوا في السجن الحوثي أغلبهم ربما مدنيون من التجمع اليمني للإصلاح، أم ماذا تقصد بالضبط؟ قلنا له أبعد على التلفزة ما سمع كلامنا السيد محمد. نعم هذا ما أقصده، أقصد أنه عندما بدأ الحوثيين بدأوا باعتقال الإخوان. طيب شكرا لك محمد. هذا ما أقصده، أنهم بدأوا باعتقال الإخوان ليس فقط في اليمن، في أي مكان في العالم. لا لا، موضوعنا اليمن، موضوعنا اليمن. شكرا لك محمد، أشكرك أشكرك. يا جماعة الخير، عندما يكون موضوعنا ساحة رقعة جغرافية معروفة فما توزع لي تعوم لي الموضوع، خلينا في اليمن، موضوعنا هو اليمن. وياريت محمد المرة القادمة عندما تشارك معنا مرحبا بك، ولكن ابتعد على التلفاز حتى ما يتردد الصوت يا غالي، خليك بعيد على التلفزة. أبو عبد الله يقول: ما حدث من عملية القصف شاركت فيها إسرائيل ورئيس الوزراء العدو أول من أدان الهجوم على المنشآت، وضربة كانت دقيقة كما قصف غزة من قبل كل من طيب يعني الجملة يخليها مقطوعة، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. أبو عبد الله يا عزيزي، تأتينا بعض الرسائل الحقيقة تحتاج إلى مراجعة. يا جماعة الخير، قبل ما ترسل رسالتك راجعها يا عزيزي حتى يكون المعنى واضح وفيها فائدة، ما يكون أي كلام ونظل نحن متعطلين على الهواء. صالح من المغرب يقول: اليمن كان سعيدا واليوم أصبح حقل تجارب للإمارات وإسرائيل والسعودية من جهة، ولإيران من جهة ثانية، والشعب يدفع غاليا. الحوثيون يستهدفون المطارات والتحالف أيضا يقصف المدنيين بالفعل، إنها حرب عبثية بامتياز، كما يقول صالح من المغرب. محمد من السعودية. بسم الله توكلنا على الله. أهلا وسهلا بك، تفضل. يا صالح. أيوة. أول حاجة صالح، الحمد لله رب العالمين، إنه أنت دائما تقول لماذا لا يطلعون بيان وكذا. نحن تحالف قال إنه الكلام اللي قال غير صحيح، مظبوط ولا غلطان يا صالح؟ لا صحيح. تمام. نعم. الشيء الثاني، غلطة الحوثيين انه ضربوا الامارات. الان الحرب باذن الله ستنتهي قريبا جدا جدا، وانا مسؤول عن كلامي. لكن محمد، قبل ان نتجاوز اذا التحالف بريء من هذا القصف الذي تعرضت له صعدة وأوقعت عشرات القتلى، من برأيك المسؤول؟ طيب لا، أنا أرد عليك بسؤال ثاني. لما الحوثيين قذفوا مركز تسويق
في اللهم صل على سيدنا. لماذا ترد علي؟ انا اطرح سؤال وترد علي بسؤال، جاوبني على السؤال، سؤالي واضح وبسيط. اذا التحالف بريء يا محمد، يا غالي يا محمد لو سمحت، اذا التحالف بريء. طب ارد عليك، طب ارد عليك يا رد عليك، طب ارد عليك، ارد عليك تفضل. اللي قذفوا ارامكو هم نفسهم اللي قذفوا السجن اللي بتقول عليه، تمام؟ اللي قصفوا أرامكو هم الحوثيين يا صالح. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. طيب لا. من كان؟ انت اللي بتقوله، انت اللي بتقول. انت عارف وانا عارف. لا انا مش عارف والله، فاهم؟ لا انا مش عارف. ايران يا حبيبي، ايران. طيب ايران، ايران، ايران ما مصلحتها ان تقصف سجن في صعدة وتفجر ضحاياه وتتركهم أشلاء؟ أعطيني ما هي مصلحتها بذلك. عشان ببساطة يا عم، اسمع يا عم، عشان نحن خلاص التحالف بيخلص، التحالف بيخلص، التحالف بيخلص، تمام؟ السبع سنوات اللي مضت كانت لعب، كانت يعني زي بيقولوا إيه، بيسوف كيك، بلاي بلاي بلاي، لعب. الآن وقت الجد، وقت الجد، الجد الآن. طيب عندما تقول التحالف يخلص، ماذا تعني بذلك؟ كنت أتمنى يعني خلاص اليمنيين سيعودون لليمن، اليمنيين سيعودون لليمن. يعني الحرب ستتوقف سلما أم مزيد من التصعيد؟ يا سيدي حتتوصل لغاية ما نرجع الشرعية لليمن، هترجع الشرعية لليمن، تمام؟ وحماس وإيران والبشكة اللي تعرفها من جماعتكم هيقعد يصوتوا زي العادة. لا تحليل، التحليل الحقيقة لا أدري. على كل حال إذا أقنع الجمهور على رأسي وعيني. طيب، لكن أنت آخر كلمة، آخر كلمة، آخر كلمة، تفضل. آخر كلمة لو سمحت، آخر كلمة، تفضل. غلطة الحوثيين إنهم ضربوا اليمن، ضربوا دبي أو أبوظبي، أبوظبي ضربوا أبوظبي. طيب يعني ضرب السعودية حلال زلال، أما ضرب الإمارات هو الخطيئة الكبرى، وانت من السعودية على فكرة. والله انا وجهة نظري ايوه نعم انا سعودي طبعا. طيب لماذا اذا، لماذا ترى ضرب الامارات هو الخطيئة الكبرى بينما ضرب السعودية لم تشر اليه كذلك؟ هم بعد شهر تعرف، بعد شهر اعرف. طيب شكرا لك محمد. على كل حال لا ادري، شكرا لك. لهجتك على فكرة السعودية مش راكبة، إذا متعلم جديد اللهجة وإلا مجنس، لا أدري، ولكن فقط بين قوسين أقول هذا الكلام. أبو رجاء مساء الخير. طيب أتواصل مع هذا اللي يسمي نفسه محمد وأنه يتكلم من السعودية، أنا لا يستحق الرد عليه. لا لا تفضل، تفضل أبو رجاء حتى نستفيد رجاء، كل واحد يعطيني رده. تفضل، دعك ممن شارك قبلك. تفضل ان شاء الله. يا اخي صالح، انا بس عندي استفسار، عندي سؤال، يعني سلمنا لا نحن العرب نملك تحالف الى مرتين، تحالف لتدمير العراق وتحالف لتدمير اليمن، في المره الاولى دمروا العراق وفي المره الثانيه هم يدمرون الحين اليمن. بالله عليك، هل من المنطق أن ثلاثة أشخاص راحوا الله يرحمهم حول توقفوا في الإمارات يكون الضرب بهذه القسوة في اليمن؟ لا يكفي اليمن 8 سنوات، في اليمن الحين، اليمن لما تحسم من 2015 إلى 2022 تتحصلهم 8 سنوات. طيب أبو رجاء، 8 سنوات وهم يقفوهم. أبو رجاء، أبو رجاء، حتى نبقى في، لأنه على فكرة مشاركة أنك تبقى تستنى على الهاتف لا أدري كم دقيقة ثم تأتينا بكلام قلناه مرارا هذا لا يفيد. أنا أريد دائما المشاركات فيها شيء جديد. كلام الحوثيين، كلام الحوثيين عندما يطلبوا، اسمعني فقط، اسمعني يا رجل حتى نستفيد من الوقت. كلام الحوثيين عندما يطلبوا من الشركات الأجنبية أن تغادر الإمارات، ما هي الخلاصة التي تخرج بها أنت كمتابع؟ أنا
متابعة، أرجو من الله أن يكون كلامهم هذا وراءه فعل. كل ما أتمناه أن يكون للحوثيين يكون لليمنيين، هذا أقول للحوثيين، يكون لليمنيين الأقحاح الذين يضربون في أقدارهم أن يكون لهم ما يردون به على ما فعلت العبور بهم. هذا كل ما أرجو. أقبله كنت أرجو من الإخوة في الإمارات وفي السعودية وفي موريتانيا وفي تونس أن يوقفوا هذه الحرب. لكن لما تكون الحرب اليوم بهذا الشكل ويكون القوي لما تمسه. شكرا شكرا لك أبو رجاء، أشكرك أبو رجاء. فقط من باب قوانين البث هنا أنا أتحفظ بشدة على كلام أبو رشاء، لأنه في تحريض على قصف دولة الإمارات، بغض النظر عن موقفك من النظام، لكن عزيزي عندما تستهدف دولة فهذا إرهاب دولة واضح. يعني أن يقال للشركات الأجنبية أن تغادر، هذا يعني أن الإمارات ستكون مستباحة ربما بالصواريخ الحوثية في قادم الأيام. لا يمكننا أن نشجع على ذلك، لا يمكننا أبدا، لا من قوانين الإعلام ولا حتى من مبادئنا لا تقبل ذلك. نحن مع وقف وتهدئة هذه المنطقة المزروعة بالحروب الآن من أقصاها إلى أقصاها. نسيم من فرنسا، نسيم أين أنت يا نسيم؟ طيب يبدو فقدنا نسيم، بإمكانه أن يعود. فاطمة من ستوكهولم، مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي هذا التحالف هذا منكر صراحة، هذا تحالف على الإثم والعدوان. الإنسان يعني عقله يوقف يا أخي، أنه مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعني ويقتل المسلمين الآخرين بغض النظر عن أي شيء. ولا الحوثيين ماذا يصنعون يا فاطمة؟ نريد أن نتوازن قليلا. لا يا أخي خطأ، يدافعون عن وطنهم. هادو الحوثيين ما راحوش للسعودية، الحوثيين ما راحوش الإمارات يا أخي. أنت لو تدافع عن الإمارات بأنهم فقط قنبلة ولا اثنين تحت عندهم وتدافع لها، والملايين ساكن هادو الحوثيون. لأن على فكرة يا فاطمة فقط ملاحظة وسأتركك لاستكمال المداخلة. الحوثيين على فكرة لا يقصفون فقط الإمارات والسعودية، الحوثيون يقصفون أبناء جلدتهم. أنت تقولين يدافعون على الإمارات، كيف يدافع على الإمارات يقصف أبناء بلده؟ لأنهم خونة. الجزائرية الشرعية خائنة، أما الحوثيين ما شاء الله عليهم ملائكة. تفضلي واصلي. يا سلام، أي شرعية يا أخي، أي شرعية لرئيس يعني 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 يطبع باللي السعودية يعني تقتل شعبه؟ أي شرعية؟ جميل. شرعية من يا أخي؟ يعني انتم تعرفوا احنا عندنا في الجزائر عندنا مثل يقول لك يعني فرطاس الراس قلب ربي، يعني انتم شفتوهم ساكن ضعفاء. فاطمه انت يعني جزائريه يعني فقراء؟ انت يعني من الجزائر يا فاطمه؟ حرام يا اخي. انت من الجزائر؟ انا جزائريه طبعا وعايشه. سؤال فقط، لو قامت مجموعه الان لا قدر الله الاطاحه بالحكم في الجزائر والحكم بالحديد والنار، هل تقفين معها ام ضدها؟ لا، جزائر شرعية عندنا رأي. لا ما سألتنيش، هل تقفين ضدها أم معها هذه المجموعة؟ بقف ضدها طبعا، لأن هذا الذي حصل تماما في اليمن عزيزتي. لا الأخ صالح، الرئيس صالح هذا عبود ولا شو اسمه رئيس يمن، قبل ما يهرب للسعودية هو خلاص مدة ساعة خلاص ولا لا؟ إذن يكون موصف هذه الكلمة تحسبه عندها عند الله يا أخ صالح، صدقني كل كلمة تحاسبه عندها عند الله، لأن الإنسان لازم يقول الحق حق والباطل باطل. ما يكون يعني السعودية غنية والإمارات غنية واليمنيين فقراء ثم تحطوا عليه، والله حرام عليك يا أخ صالح، وتوقفوا عند الله، توقفوا عند الله يعني المسالة. أنا أدير هذا الحوار سيدتي، قولي ما تشائين ومرحبا بك دائما. أشكرك فاطمة من ستوكهولم، مرحبا بك دائما. طبعا هذا برنامج الجمهور، كل واحد عنده رأيه، ليس بالضرورة أن يكون رأي واحد، يعني كل نفس سياق واحد. محمد من اليمن. محمد ألو، مساء الخير يا محمد. مساء النور، تفضل. يا أخي لماذا قصف اليمن حلال وقصف الإمارات حرام؟ هل تسمعني؟ نعم سامعك، تفضل. ضروري يعني من أن نرد على هذا التحالف، هذا التحالف الصهيوني الأمريكي الإماراتي. لابد من الرد على الإمارات وأبو ظبي والسعودية، ونتعامل معهم مثل ما تعاملوا معنا.
ولكننا لن نقصف المدنيين كما يقصف المدنيين، نحن نقصف أماكن عسكرية. ولا بد ما أن نؤدبهم كما يقتلون الأطفال في اليمن، يقتلون النساء، يضربون على الأسواق، يضربون السجناء في سجونهم. هل هذا حلال؟ يا محمد ألا ترى بأن ألا ترى معي بأن الحوثيين ورطوكم في حروب ما كان لكم أن تدخلوها لولا الانقلاب الحوثي؟ كانت الآن الشرعية مستقرة وكان اليمن الآن مزدهر. ألا ترى بأن الحوثيين ورطوكم في كل هذا الصراع، وخسرتم أيضا علاقاتكم بدول الجوار، ورطة الآن إلها أول ما إلها آخر. الحوثيين لم يورطونا في هذا الحرب، نحن الشعب اليمني معهم. جميل. لو لم يكن الشعب اليمني معهم لما صمدوا ولا عاما واحدا ولا شهرا واحدا. شكرا لك. لكن الشعب اليمني يساندهم في السلاح ويساندهم في الأموال وفي الأنفس. جميل، شكرا لك محمد من اليمن. عاد إلينا نسيم من فرنسا. عليكم الأخ صالح. وعليك السلام الأخ صالح. أنا اليوم يعني أريد أن أرد على ضيفك من الأول، قال أن العدوان يعني هذا العدوان مجرد من الأخلاق الدينية والإنسانية يعني عموما. نعم هذا صحيح، نحن ضد أي عدوان على أي بلد وعلى أي إنسان، ولكن يعني هم الحوثيون أنفسهم يعني عندما اغتصبوا الحكم في اليمن، هل هذا ليس عدوانا على الأخلاق وعلى الإنسانية وعلى المبادئ؟ يعني نحن والله الآن اليمن كما نراه يعني بأعين عربية بسيطة ومسلمة أنها بين المطرقة والسندان. جمال. بين حكام آل سعود. نعم. بنت بلادك منذ قليل فاطمة تعيش في ستوكهولم وهي جزائرية تقول الحوثيون يدافعون على اليمن ويدافعون على أنفسهم. رد عليها إذا كان عندك رد. لا يدافعون على أنفسهم، لأن الأخت ممكن أنها لم تفهم يعني القضية. القضية أخطر من ذلك يا الأخ صالح. الآن إيران والحوثيون وحزب الله وكلهم يعني يد هي عصا أمريكية في المنطقة تهدد بها آل سعود والإمارات وكل المنطقة. وأيضا يعني للعجب يعني أن آل سعود وحكام الإمارات أنهم خلطوا في أوراق لا يستطيعون أن يرجعوها إلى مكانها. يعني الآن الإماراتيون وآل سعود يعني لعبوا في اليمن لعبة خطيرة ولا يستطيعون أن ينهوها، وهذا هو المشكل. يعني أنا سمعت يعني في أحد. أنا أشكرك. نعم. جمال على هذه على الإشارة إلى هذه النقطة نسيم، عفوا. الوضع يبدو الوضع فعلا صراع دولي بأذرع ربما محلية، لكن بالطبع. هل ترى إمكانية للعودة إلى الوراء والجلوس إلى الطاولة؟ والله يمكن أن تعود، وأنا يعني أستدل دائما بالتجربة الأفغانية التي يعني كانت تحت رعاية قطرية، وأرى أن يجب أن يخرج الملف من الأيادي السعودية والإماراتية حتى يذهب إلى أيادي، يعني أنا أرشح قطر لأن لديها تجربة في هذا، أن تكون هناك مفاوضات تحت رعاية هذه الدولة الكريمة، وممكن أن تعود الإمارات إلى مجراها في اليمن كما عادت في أفغانستان، وهذا يعني شيء رأيناه. والآن أنا يعني فقط أريد أن أقول نقطة يا أخ صالح، أني محمد بن سلمان قال نحن لن ننتظر الإيرانيون يهاجموننا في الرياض، والآن يعني للعجب رأيناهم تجاوزوا الرياض وذهبوا حتى إلى الإمارات، وهذا دليل أنهم فشلوا في الملف اليمني. طيب نسيم كلمة أخيرة لو تكرمت، رد التحالف الذي نفى علاقته بهذا الهجوم الدموي في صعدة، هل تصدق أنت نفي التحالف تورطه في هذا الهجوم؟ أنا والله أقول لك أخ صالح أن الإمارات والتحالف يعني عموما لن يقدم على شيء إلا بضوء أخضر أمريكي وإسرائيلي، وهنا هو السؤال الأخطر. يعني ممكن الآن سنرى إسرائيل يعني تعرض على السعودية والإمارات أن يشتروا ما يسمى بالقبعة الحديدية ليحموا بلدانهم حتى تستغل في أموالهم ويأكلوا أكثر من هذه المنطقة. أتمنى يعني من آل سعود ويعني حكام الإمارات، وأنا شخصيا لا أحب أن أذكرهم لأنهم هم سبب الوباء في كل المنطقة الإسلامية، ولكن نعود إلى آل سعود، يعني أتمنى أن يستعملوا فقط من رؤوسهم يعني قليلا ويستعملوا من حكمتهم حتى يخرجوا من هذا الملف، لأنه ملف خطير، وإذا أكملوا على هذه المنوال فلن ينتهي عليهم بخير. شكرا لك نسيم من فرنسا. جمال. شكرا. من الجزائر. جمال. السلام عليكم يا أخي صالح. وعليك السلام يا جمال.
أخي صالح حبيت برك نصحح واحد الأمر الشرعية مثلا. يعني الشرعية عندنا القلبة يعني هذه منصول على علي عبد الله صالح. يعني هذه من الشرعية كذلك؟ شرعية. يعني هو القلبة على الحكم السابق. لا الرئيس الرئيس الراحل يا عزيزي الثورة هو هي الذي فرضت عليه الرحيل، ثم جاء عبد ربه منصور هادي في إطار تفاهم خليجي يمني. على كل حال هذا موضوع لا نريد العودة إليه الآن، دعني في اللحظة الحالية لو تكرمت. يعني يا أخي صالح أنا أرى بأن أنا أرى بأن الحوثيين هم كذلك الآن شرعيون، لأنهم هم يعني عندما انقلب هادي منصور على الشرعية الأولى من بعد انقلبوا عليه الحوثيين، لأنه كان لو هو الآن هادي منصور في اليمن لكانت اليمن مطبعة مع إسرائيل أقسم بالله. كان يعني هادي منصور ما زال في اليمن هو يحكم اليمن لكانت اليمن الآن مطبعة مع إسرائيل. لو نطلب النصر اليمني يجتمعوا فيما بينهم من أجل طرد العدو ويوقفوا فيما بينهم ويتحاربوا فيما بينهم ويحاربوا العدو، ومن بعد ما يعني يتسنى لهم يعني يخلوا لهم وجه يعني أبيهم من بعد يعني المنطقة كلها إخوة إن شاء الله دين الإخوة. شكر لك جمال، أشكرك. نحاول أن نختم فقط بعجالة ببعض المشاركات السريعة. محمد سياف من السعودية يقول لماذا لا يكون الحوثي هو من قتل المساجين هؤلاء كما فعلوا مع 500 إفريقي الذين أحرقوهم في سجن صنعاء، لأنهم رفضوا القتال معهم ومع الأسف لم تفردوا لهم حلقة، لأن الجريمة كانت ثابتة على الحوثي. أنا الحقيقة لا أستطيع أن أتناول أخبار هكذا عن القيل والقال، لم نتابع بأن الحوثيين قتلوا 500 إفريقي، أنا لم أتابع هذا الخبر وإذا فاتني فأنا أعترف بالتقصير، لكن أن تأتي بخبر من عندك وتريد أن تفرضه علينا فهذا أمر آخر. الهاشمي من السعودية يقول أنا أرجح الرأي بأن الحوثي هم من فجر السجن لإخفاء الأدلة التي تدينهم بالتعذيب والإعدامات بدون محاكمة أمام المنظمات الأممية والضغط على الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار بعد تكثيف القصف من التحالف وإيقاع خسائر فادحة في صفوف الحوثيين. محمد عبد السلام من المغرب، التحالف العربي يتحمل الجزء الأكبر لمأساة اليمن، فالمبادرة الخليجية بعد إطاحة الإطاحة بصالح كانت البداية للتآمر على اليمن، والدليل يقول هو انسحاب قطر لاحقا. طيب عديدة هي المشاركات، ربما أختار مشاركة أو اثنتين سريعة. سليم من الجزائر يقول إنها السنن، من كان يقتل ويقصف الليبيين ويدعم المعتوه حفتر الآن جاء دوره كما يقول. عبد الله من السعودية يقول أعظم نعمة لليمن من الله أن محيطه الجغرافي الخليجي ليس من محور الممانعة والدمار الذي دمر العراق لبنان وسوريا. لا حتى اليمن طاله الكثير يا عزيزي، إذا كان أنتم من حول اليمن ما شاء الله عليكم دول آمنة مستقرة كما تقولون دائما وعمارات وناطحات سحاب وخيرات، اليمن غارق في حرب منذ 7 سنوات، يعني هذا لا يمكن إغفاله. والمجاعة لا تنسوا المجاعة. عزام ألمانيا يقول ردا على محمد الأنصاري من السعودية، لما تجيب اسم حماس أو المقاومة في فلسطين خلي إيدك على راسك قال لك. مع تحياتي إلى قناة الحوار يقول عزام. أشكر محمد سياف ومحمد من الأردن وعبد المؤمن ورسائل أخرى الحقيقة كثيرة، لكن أدركنا الوقت الآن. أشكركم جميعا على التفاعل مع هذا الموضوع، ربما نعود لليمن في قادم الأيام إذا ما ازداد هذا التصعيد وهو الأرجح. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنعود. أبدأ هذا الموجز من سوريا. اشتباكات بين تنظيم الدولة والقوات الكردية المعروفة باسم قسد والحصيلة، حتى لحظة كتابة هذا الخبر 89 قتيل. لاحظ المنطقة العربية فقط الحروب والقتل وأخبار، كل خبر أسوأ من الثاني.
لليوم الثالث على التوالي تستمر المعارك بين مقاتلين من تنظيم الدولة والقوات الكردية في شمال شرق سوريا إثر هجوم للتنظيم على سجن وأسفرت حتى الآن عن 89 قتيلاً وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 28 عنصر من القوات الأمنية الكردية و56 مقاتلاً من مقاتلي تنظيم الدولة وخمسة مدنيين منذ بدء الهجوم على سجن جويران في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا. إلى الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ يوم غد، لأن المتضرر الإمارات سبحان الله في لمحة البصر إجا أبو الغيط يركض ركض. نحن معه، نعم، عندما تتضرر أي دولة عربية على الجامعة العربية أن تجتمع فورا. ولكن هنا التمييز، السيد أبو الغيط الآن لأن الإمارات هي المتضرر تعقد ليعقد الاجتماع ثاني يوم. لو كانت دولة ثانية وحصل ذلك مرارا وتكرارا، غزة شاهد، السودان شاهد، ليبيا شاهدة وغيرها، ما كانت الجامعة لتحرك شعرة. أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بناء على طلب دولة الإمارات يوم غد الأحد لبحث هجمات الحوثيين على الإمارات. يذكر أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان بشدة الهجوم الإرهابي للحوثيين على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. إلى لبنان، خطف مواطنين ولاجئين مقابل الحصول على فدية مالية خلال أسوأ أزمة تشهدها لبنان. شهد لبنان في الأشهر الأخيرة عمليات اختطاف لرجال أعمال ومواطنين لبنانيين وحتى لاجئين سوريين وفلسطينيين، والمقابل هو الحصول على فدية مالية أغلبها بالدولار في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. هذا هو ضعف الدولة المركزية، يؤدي إلى الفوضى، ونأمل أن لا تلتحق دول أخرى بهذه الحالة الحقيقة، وأن لا ينصر لبنان ويخرجها من هذه الفوضى. في قضية الصحراء، طلب أممي من المغرب والبوليزاريو لإظهار اهتمام أقوى من الجانبين لحل هذه المشكلة. دعا الأمين، يريد لو نغير الصورة الآن نتحدث على خبر ثاني. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المغرب وجبهة بوليزاريو إلى إظهار اهتمام أقوى من الجانبين لحل مشكلة الصحراء الغربية، وليس إلى الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية. وقال غوتيريش إنه حان الوقت كي يفهم الأطراف في الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط الإبقاء على عملية لا نهاية لها دون أمل في الحل كما قال. نختم بالهجرة السرية، إنقاذ أكثر من 100 مهاجر في عرض البحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا يوم الثلاثاء الماضي. قالت مصادر أوروبية أن سفينة تابعة لها تمكنت من إنقاذ أكثر من 100 مهاجر في عرض البحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا يوم الثلاثاء الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن منظمة تتعلق بشؤون المهاجرين أن من بين هؤلاء نساء ورجال وقُصّر، مشيرة إلى أنه جرى إنقاذهم بعد عملية بحث وإنقاذ صعبة استغرقت 4 ساعات. ما تزال هذه الهجرة السرية تؤرق المنطقة. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز، بعد الفاصل نتحول إلى تونس. عميد المحامين الأسبق أمام القضاء العسكري، اختطاف قيادي في النهضة وهو القيادي الثاني الآن، والمرزوقي يدعو للإنقاذ. إلى أين تتجه تونس ومن ينقذها يا ترى؟ سنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل.